وحول تمدد نفوذ حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في محافظة تميم، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبير العسكري والأمني مجاهد الصميدعي. أستاذ مجاهد، مرحبا بكم. بداية، يعني كيف تمكن حزب العمال الكردستاني بهذه البساطة، بهذه السهولة، من أن يعظم نفوذه في مدينة كركوك في التميم، الأمر الذي جعل عناصره ينقلون السلاح عبر العراق وسوريا، كيف تمكنوا من ذلك أستاذ مجاهد؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. بالتأكيد البيئة الحاضنة لكل تنظيم إرهابي، إذا كانت هناك بيئة حاضنة ستوفر للتنظيم إمكانية التمدد في أي مكان تتواجد فيه البيئة الحاضنة. حتى في ولو كانت هذه البيئة الحاضنة هي دور اقليمي، دول اقليمية، فاذا سيكون التمدد اسهل بكثير من التمدد كتنظيم ارهابي منعزل. اي ان هناك دول اقليمية تقوم بمساعدة حزب العمال الكردستاني للتغلغل داخل المجتمع الكردي العراقي. اي احدى العمليات او احدى الوسائل التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني في كركوك هي محاولة تجنيد الشباب داخل الاحياء الكردية وتنظيمهم للعمل داخل حزب العمال الكردستاني، محاولة تشتيت انتباه القوات التركية على الأماكن التي يتواجد فيها التمدد في داخل الأماكن الكردية العراقية. هناك دعم دولي، هناك دعم من الحشد الشعبي لهذه العمليات. كما تعلم هذه العمليات هي احد حزب العمال الكردستاني هي احد الجهات التي تقف بوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، اي انه حزب ليس معارض ايضا للنظام التركي فقط، وانما هناك خلاف داخل البيئه الكرديه في العراق ايضا، هم لا يقبلون بتواجد هذا الحزب في هذه الاماكن. بالنهاية الدور الإقليمي هو الذي يساعد على تمدد أو تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق، وهو الحاكم لدور هذا الحزب في هذه المنطقة. هناك أجندات. كيف يمكن للحكومة في بغداد أن تسمح بوجود ميليشيات أجنبية على أراضي العراق وهي منظمة صنفت بأنها إرهابية، وبالتالي هي تهدد بشكل مباشر أمن العراق ودول الجوار، كيف سمحت بذلك؟ النظام السياسي العراقي هو نظام غير فاعل وغير قادر بالسيطرة على جميع الأراضي وعلى جميع الأجهزة الأمنية التي تنضوي تحت مسمى النظام الأمني العراقي. النظام السياسي العراقي هو حقيقة نظام مشلول بالكامل، مشلول الإرادة، غير قادر على اتخاذ قرارات، حتى وإن كانت هذه القرارات شكلية فهذا النظام هو غير قادر على اتخاذ هذا القرار. تعدد وسائل النفوذ او طرق النفوذ داخل النظام السياسي يجعل من النظام السياسي العراقي نظام مصاب بالشلل التام، اي ان هناك جهات تدعم هذه الاحزاب وهناك جهات تعارض هذه الاحزاب. لجميع هذه الاحزاب لديها نفوذ داخل الحكومه العراقيه، وبالتالي الحكومه العراقيه غير قادره على اتخاذ قرار. ولو استطاعت الحكومه العراقيه اتخاذ قرار او اتخاذ امر بشان الحزب العمال الكردستاني فليس لديها الادوات لتطبيق هذا القرار، اي ان لا توجد قوات امنيه عراقيه او قوات عسكريه عراقيه لديها المعلومات الكافيه عن طريقه تمدد حزب العمال الكردستاني، وليس لديها القوه الكافيه لمنع هذا التمدد داخل العراق. اذا نحن امام نظام مشلول سياسيا وعاجز عسكريا وامنيا عن مكافحه ليس فقط العمال الكردستاني وإنما أي نظام. نعم. أو أي جهة تتمدد داخل العراق، هذا النظام السياسي غير قادر على مكافحته. ولكن أستاذ مجاهد، يعني شركاء العملية السياسية دائما يتحدثون عن السيادة عندما رفضوا العملية التركية في قضاء سنجار، في مفهومكم العسكري والسياسي ألا يعتبر وجود حزب العمال الكردستاني تهديدا لسيادة العراق؟ وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية هو ليس تهديد لسيادة العراق، وإنما هو تهديد أيضا للأجهزة الأمنية العراقية ولوجود الدولة ولسلطة الدولة العراقية على جميع أراضيها. أي جهة أجنبية تتواجد على أرض العراق أو على أرض معينة بدون موافقة حكومة هذه الأرض هي جهة دخيلة وجهة
تعمل على بناء خرق أمني وعسكري داخل هذا البلد. الجهة التي تتواجد في العراق بدون موافقة الحكومة العراقية هي تعمل أمنيا داخل العراق، وتعمل عسكريا داخل العراق، وتعمل اجتماعيا داخل العراق، وتعمل سياسيا أيضا داخل العراق. لديها جميع هذه الارتباطات، ولا يستطيع أحد إيقافها، لأنه لا توجد هناك أي مواثيق لهذا التواجد داخل العراق. وبالتالي هي جهة تعمل كيف ما تشاء بدون أي رابط أو واعز أمني أو سياسي. باعتقادي هذا شيء خطر يهدد، لا أريد أن أقول يهدد العراق، وإنما يهدد النظام السياسي العراقي. يفتح المجال للكثير من الأحزاب والجهات المعارضة في دول ثانية ومجاورة لأن يكون لديها تواجد في العراق وبدون موافقة الحكومة العراقية. أستاذ مجاهد، في هذا المفصل تعتقد أنه أصبح من الضرورة بمكان للعراق إغلاق ملف حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا وبالتالي إنهاء وجوده، طبعا مع التقارير التي تشير لسعيه لتغيير التركيبة الديموغرافية في قضاء سنجار وربما في مدن أخرى؟ بالنسبة للحزب العمال الكردستاني، هو سيسعى على تغيير الديموغرافية في أي مكان يتواجد فيه، إذا كان في كركوك أو سنجار أو طوسخرماتو أو أي مكان يستطيع الحزب أن يتواجد فيه. هذا من جهة. من جهة ثانية، الحكومة العراقية يعني التهديد الأمني، هناك أكثر من تهديد أمني وسياسي للحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية أيضا عاجزة على كل المستويات. بالنهاية الكلام عن 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 حزب العمال الكردستاني او عمليه اخراجيه او عمليه محاوله ومحاولات عاجزه، باعتقادي الحكومه او السياسيين العراقيين، وحتى ان السياسيين العراقيين هو ليس من اولوياتهم، يعني ان هذا الموضوع تواجد حزب العمال الكردستاني هو ليس من اولويات السياسيين العراقيين نهائيا، وليس لديه وليس مطروح للنقاش على مستوى كبير او حتى على مستوى البرلمان داخل الحكومه العراقيه. هو لا يمثل حتى جدول للمناقشه، او لا يدخل ايضا في نظام في نطاق المناقشه ايضا. اذا هو الموضوع برمته يعتبر موضوعا ثانويا. الحكومه العراقيه ليس لديها اهتمام، لانها ليس لديها القدره، وليس لديها القدره ايضا حتى على طرح الموضوع للنقاش داخل البرلمان لوجود تاثيرات اقليميه ودوليه داخل البرلمان العراقي تمنع من هذا الموضوع ان يتم طرحه للنقاش. التاثيرات الاقليميه داخل العراق هي كبيره جدا، تمنع السياسيين العراقيين من اداره البلد بالكامل. التاثيرات الاقليميه كما هو واضح هي لحد هذه اللحظه تساعد في عدم اتخاذ اي رئيس وزراء عراقي بعد مرور 10 اشهر من الانتخابات. نعم. في العراق اذا البلد مفتوح للساحات الدوليه، اكثر من جهه دوليه لديها قدره ونفوذ داخل العراق، لديها قدره على اتخاذ القرار. ووصل الحال الى هذا الى ما هو عليه، السياسيين العراقيين يتواجدون فقط للحصول على الرواتب ولتمشيه خدمات بسيطه جدا للمواطن العراقي لا تتعدى عن الراتب البسيط الذي ياخذه الموظف العراقي. من لندن الخبير العسكري والامني مجاهد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.